يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، وهلا وصلنا لفقرة من المغترب، أكيد من محلياتنا داخل وطننا الغالي سوريا إلى المغتربين ببلد الاغتراب وإبداعاتهم. واليوم سنتحدث عن طبيب الأسنان زياد سيجري. بإتقانه ودقته استطاع لعمله أن يكون واحدا من الشباب المغتربين الطموحين الذين مثلوا سوريا في المحافل العلمية والعالمية، وحقق جائزة أفضل حالة جراحية في المؤتمر 18 لجراحة اللثة وزراعة الأسنان في إيطاليا. ولد زياد في مدينة حلب، وحصل على إجازة في طب الأسنان بدرجة جيد جدا، وبعدها انتقل إلى إيطاليا لدراسة الاختصاص، وحصل على ماجستير في اللثة بدرجة الشرف وماجستير في زراعة الأسنان بدرجة الشرف أيضا. وطبعا كان السبب الرئيسي لدخوله فرع طب الأسنان هو مقدرته وحبه الشديد منذ الطفولة في التعامل مع الأشياء الصغيرة والدقيقة وإمكانية إصلاحها، وكان يجلس لساعات طويلة من دون كلل أو ملل، ويهتم كثيرا بأسنانه لدرجة أنه لم يزر طبيب أسنان إلا من أجل الفحص السنوي للأسنان. وبعد معرفته أن أطباء الأسنان يحتاجوا إلى الصبر والقدرة على التعامل مع الأشياء الصغيرة والدقة في العمل، أدرك أن هذا الفرع يناسب قدراته وطموحه، فطب الأسنان هو فن وعلم في ذات الوقت. يقول زياد: السنوات الخمس التي أمضيتها في سوريا كانت كالحلم الجميل بكل ما فيها من تعب وسهر وجد. من خلال دراستي الأكاديمية أحببت مجال دراسة اللثة لأنني رأيت أن لها أهمية كبيرة في صحتي وسلامة الفم والأسنان، ومن هذا المنطلق اخترت الاختصاص في مجال اللثة وزراعة الأسنان، واخترت إيطاليا لأنها تعد من أقوى دول العالم في مجال اللثة وتجميل الأسنان، ومعظم عظماء اللثة إيطاليون، وبهذا أكون قد جمعت بين الفن والعلم. حصل زياد على مقعد من أعمال الاثنين فقط مختصين للأجانب في إحدى أقوى جامعات إيطاليا، وبدأت أول خطوة له لتحقيق حلمه، حيث تم تكريمه في جائزة أفضل حالة جراحية في المؤتمر العالمي 18 للجمعية الإيطالية لجراحة اللثة وزراعة الأسنان. يقام هذا المؤتمر مرة واحدة في السنة لمدة 3 أيام، وتقوم به الجمعية الإيطالية لجراحة اللثة وزراعة الأسنان، ويحضره العديد من الأساتذة والأطباء من مختلف الدول لمتابعة كل ما هو جديد في علم اللثة والزراعة. ومن ضمن هذا المؤتمر يوجد عدة جوائز، منها لأفضل حالة جراحية وأفضل بحث علمي وأفضل مشروع تخرج. كان عدد المشاركين بحدود أستاذ 2500 وطبيب، وقد تم اختيار حالته كأفضل حالة جراحية لهذا العام، وحصل على الكثير من الثناءات من أساتذته كان يحلم بالوقوف إلى جانبهم يوما ما. يقول زياد: كان أكثر شيء أسعدني هو قدرتي على الإثبات للجميع أننا على الرغم من الظروف التي يمر بها بلدنا الغالي، إلا أننا نستطيع أن نتفوق ونرفع اسم سوريا عاليا، وكل ما نحتاج إليه هو التهيئة والبيئة المناسبة. هناك أمثلة كثيرة لأسماء سورية لمعت في المغترب، فنحن بلد الحضارة والعراقة. هي كان يعني اليوم الشاب السوري طبعا اللي رفع راس بلده سوريا، مثل كثير شباب صحيح. سوريين نادين، بدنا نوجه له تحيه ولكل شاب أكيد. سوري فعلا قادر وانه يعطي ويقدم لبلده الغاليه سوريا. اكيد هذا بيكون فخار وعز لنا داخل بلدنا وايضا خارج بلدنا. نعم.